السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا بعد عودة واشتياق لمشاهدينا الأعزاء وتوقف دام أكثر من شهرين متتاليين، والحمد لله رب العالمين الحياة تعود للرياضة المصرية بإذن الله في ظل الاحترازات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. طبعا في هذه الحلقة معي ضيفي الكريم الكابتن كريم أحمد، مدرب كرة قدم بنادي المصري السلوم. أهلا وسهلا كابتن كريم. أهلا بحضرتك كابتن. منورنا كابتن. منورنا كابتن. ربنا منور بحضرتك كابتن. طبعا معانا لاعب نادي وادي دجلة، اللاعب الشقي، اللاعب طبعا موهبة جيدة جدا، اللاعب أحمد كريم أحمد. منور يا محمد. عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله كويس. تمام. الحمد لله. احمد طبعا من مواليد 2012، لاعب مهاري جيد من اللعيبه المميزين واللي نتنبأ لهم ان شاء الله بمستقبل جيد وباهر ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا وايضا عايزين نتكلم طبعا في البدايه طبعا المدربين اللي هم طبعا توفوا هذا الاسبوع، الكابتن نجم نادي المصري ومنتخب مصر الكابتن علي السعيد رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي المصري البورسعيدي عليه رحمة الله، والكابتن محمد عبده مدرب حراس مرمى بنادي الموج السعودي عليه رحمة الله، والكابتن محمود عبد الله طبعا مدرب من مدربين نادي استاد المحافظة. طبعا في البداية مع ضيفي الكريم أحب طبعا أتكلم عن طبعا رابطة جديدة عملناها طبعا، وكان العضو المؤثر الكابتن كريم أحمد طبعا تأثير فعال، وطبعا بنلف وبندور علشان في ظل التوقف اللي دام أكثر من 3 أشهر في ظل طبعا فيروس كورونا، لكن الحمد لله طبعا المدربين اخواتنا وفي تكاتف وفي تعاون وفي محبة بين هؤلاء المدربون في رابطة أو جمعية تسمى رابطة مدربين مصر قادرون. طبعا كابتن كريم عايز اتكلم سريعا كده قبل ما اتكلم عن عودة النشاط الرياضي، لا نبذة كده عن هذه الرابطة وما هي أهدافها. رابطة قادرون طبعا أولا رابطة خيرية بحت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الرياء والنفاق تماما. ودي معمولة للوقوف بجوار إخواتنا الكباتن الرياضيين، سواء زي ما حضرتك ذكرت توفوا أو بسبب الظروف المعيشية التي يعيشوها الآن. طبعا هدف طبعا سامي ومن الأهداف طبعا الجيدة في ظل هذه الظروف. طبعا برضو الرابطة طبعا في أي ظروف غير يعني معلش ما فيش حاجة يعني غير الوفاة، طبعا الظروف المعيشية الصعبة لأن طبعا توقف 3 شهور بدون دخل للمدرب طبعا دي صعبة جدا، والنقابة المصرية نقابة المهن الرياضية لا حول ولا قوة إلا بالله، 250 جنيه هتعيش المدرب، وعشان تديك ال 250 جنيه تروح تدفع 1300 جنيه عن اشتراكات سابقة، طب هيجيب منين؟ فطبعا عايزين طبعا يبقى في وقفة مع هؤلاء المدربين علشان بعد كده لا قدر الله حصلت أي توقفات بسبب أي ظروف خارجية أو ظروف ما، يبقى المدربين خط أحمر، لأن طبعا هم الصفوة الموجودة في المجتمع، لأن طبعا لا يقل أهمية عن قيمة المعلم، لأن طبعا المدرب ما هو إلا تربوي بحت وقدوة للاعبين. كابتن كريم بالنسبة لعودة النشاط الرياضي طبعا الحمد لله بعد معاناة وبعد ظروف قاسية، ولكن الحمد لله مرت هذه الظروف، طبعا العودة التدريجية في ظل الاحترازات الواجب توافرها. تمام. والله يا كابتن أحمد الواحد سعيد جدا بالعودة تدريجيا وقرارات الدولة اللي اتخذتها في الفترة الأخيرة. طبعا الرجوع النشاط هيبقى تدريجيا ان شاء الله واحده تمام، مع اخذ في الاعتبار طبعا الاحترازات لازم لازم طبعا، بس في برضه حاجات معلش يعني عايز اتكلم فيها بالنسبه للاحترازات، هي طبعا دي تعليمات وضوابط للدوله، ولكن اللعيب اللي هيجي يتمرن هيلبس كمامه في جو معلش حر او جو حر، فصعب شويه
فاحنا ديت بقى عايزه ايه؟ عايزه تقنين وعايزه حاجات، لان كده هاذيه ضوابط وعايزه ضوابط. ولكن احنا بنقوله مثلا خارج من التمرين يلبس الكمامه، جاي من التمرين يلبس الكمامه، تمام. والمطهرات برضو قبل نزول الملاعب طبعا لازم يكون تواجد هذه الاشياء، لان المدرب يا كابتن احمد عليه دور كبير. تمام. المدرب ولي امر في الملعب. تمام تمام، هو اللي بيقوم بالدور ده. كل مدرب هيتخذ الاولاد كاولاده، اللي بيقوله لابنه في البيت هيقوله لابنه في الملعب. تمام. زي ما حضرتك قلت قبل، يبقى جاي تمرين بالكمامه مع المطهرات، نستخدمها ازاي، وخارج من التمرين ينبه عليهم يلبسوا الكمامه. لازم المتابعه، لازم المتابعه، ولازم الضغط، لازم المتابعه. بالرغم ان في برضو يعني الاسبوع الماضي في نادي في اسكندريه اعلن عن اختبارات وعن عوده النشاط الرياضي، ولسه العوده ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله، ولكن اعلن، ولكن عشان يلحق السبوبه زي ما بيقولوا. فطبعا ما ينفعش الكلام ده، مش هنذكر اسم النادي دلوقتي، ولكن في بعض علامات الاستفهام والملاحظات، لان ابنائنا خط احمر، ابنائنا في لعبه كره القدم خط احمر. مزبوط. هي مش سبوبه اللي يلحق، ما ينفعش، لان لازم يبقى في احترازات، لان لا قدر الله لعب حصل له حاجه، لان ده اطفال في سن البراعم 12 سنه 11 سنه اطفال، لا قدر الله حصل له اي حاجه، مين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ هتبقى مسؤوليه جنائيه، لان طبعا انت بدات قبل التعليمات. لعبنا جميل، اللاعب احمد كريم، قول لي يا ابو حميد كده مركزك ايه في الملعب كده، بتلعب ايه؟ مركزي هاف يمين. هاف يمين، كويس قوي، لعيب كويس بقى هاف يمين بقى. تمام. الكل بيقول مدربك كان بيقول حاجه جميله كده، لاعب مهاري ولاعب يمتاز بالمراوغه الجيده. ان شاء الله. قول لي كده ان شاء الله كده مين اللي بيمرنك بقى؟ الكابتن وليد سرور. كابتن وليد سرور من المدربين اللي كفايه. كابتن وليد ماسكه ولا 2012؟ تمام. قول لي بقى، عايز تبقى زي مين كده في اللعيبه بتاعت بره عالميا؟ عايز ميسي. حته واحده؟ ماشي يا عم، اجيبه لك ميسي. طيب ومحليا بقى؟ محليا محمد صلاح. محمد صلاح طبعا هو عالمي طبعا. بس انت عشان ابن بلدك بقى مصري، نجمنا يبقى كبير. نجمنا الكبير اللاعب محمد صلاح، ربنا يا رب يكرمك كده ونشوفك زيه يا رب كده ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن كريم، نرجع برضو لموضوعنا الاساسي وعوده النشاط الرياضي في ظل الظروف الموجوده حاليا في الدوله. طيب انت تنصح اللاعبين بايه يا كابتن؟ طبعا الامور الاحترازيه دي واجب توفرها، ما فيهاش كلام. تمام. وطبعا سماع كلام المدرب، لان هو هيبقى خايف عليهم. تمام. يبقى اطاعه اوامر المدرب. بالظبط كده، لان هو المسؤول عنهم في الملعب وفي اماكن التدريب. تمام. طيب برضو بالنسبه للنشاط الرياضي، احنا بنقترح وعلى الهوا ان يبقى في تقنين الملعب مثلا كبير، ما يبقاش فيه زحمه، لان طبعا ما فيش اختبارات السنه دي. الناس اللي هي اصحاب الانديه اللي هي بتترقب انها تعمل اختبارات علشان السبوبه، لا، ولاد الناس خط احمر، ولاد الناس اهم من اي شيء مادي، ولاد الناس امانه في رقبتنا كلنا. يا ريت الانديه اللي بتترقب الموقف، وبالاخص الانديه الاستثماريه، يا ريت نتأنى شويه، لان ما ينفعش اللي انت تعلن عن الاختبارات وتملى الملعب وتبقى فرحان بالسبوبه، لان ده موسم السبوبه زي ما بيقولوا اللي هي الاختبارات. ولكن ولاد الناس خط احمر، وبنقول من قدام او من على منبر الاعلام طبعا وبرنامجنا، بنقول حذاري 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 من الاختبارات الاختبارات الاختبارات، ما فيش اختبارات يا جماعه حاليا. طيب معانا تلفونيا الكابتن احمد عويضه المستشار الفني الرياضي. اهلا وسهلا كابتن احمد. ازاي حضرتك كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، انت اخبارك وصحتك عامله ايه؟ انت صحتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي والله. ازيك كابتن احمد؟ والله تحياتي لحضرتك الاعلامي الخلوق. الله يخليك يا رب، انت اخبارك ايه؟ ولضيوفك الكرام. الله يخليك كابتن احمد. وعوده حميده كدوت للنشاط الرياضي. ما احنا لسه بنتكلم في عوده النشاط الرياضي ان شاء الله، ديت حلقه طبعا عن عودة النشاط الرياضي. وطبعا يا كابتن احمد برضه في نفس الوقت اللي احنا بنخاف على اولادنا، لان دول طبعا لعيبه كرة القدم اولادنا طبعا، ودي امانة في رقبتنا. طبعا في احترازات الدولة موفراها ان شاء الله باذن الله، لازم نتكاتف ونساعد الدولة للخروج من هذه الازمة. والله يا كابتن احمد حضرتك انت اهم حاجة ان ولي الامر في البيت، لان طبعا التعليمات اللي هي الوقائيه ديت الاعلام يعني بيهتم بيها، ولازم برضو ولي الامر
ان هو يعني عشان يخلي العمليه الاستمراريه في النشاط الرياضي تكمل تمام لازم يهتم بالوقايه تماما تماما. تمام يا كابتن احمد. وانت اخبارك تمام يا كابتن احمد؟ والله حضرتك تمام. انا تمام الحمد لله. الموس... انا بس اتفضل اتفضل اتكلم. والله بص انا اهم حاجه يعني النهارده اللي انا اول حاجه يعني اللي انا عايز ابارك للواء حسن الجمال اه طبعا على منصب رئيس ديوان عام مركز ومدينه برج العرب. اه ده اللي هو حسن من الناس المحترمه. برج العرب كسبت رئيس حي محترم. تمام. وفقه الله لما يحب ويرضى. لا من الشخصيات الجميله المثمره المتعاونه مع طبعا جهاز الدوله ومع الناس طبعا، وان شاء الله باذن الله كده ان يكون في تقدم وفي ازدهار ان شاء الله باذن الله، لان مدينه برج العرب مدينه احدى مدن مدينه الاسكندريه، وان شاء الله باذن الله قدها السيد اللواء حسن الجمال. شكرا جزيلا كابتن احمد عويضه المستشار الفني الرياضي. كابتن كريم في ختام هذه الفقره حابب تقول اي حاجه كده على الهواء؟ لا حابب بالنسبه للنقطه اللي حضرتك ذكرتها الانديه اللي بتعلن عن اختبارات وكده نقول لهم كلمه واحده، اتقوا الله. اتقوا الله في اولادنا. صح، لان طبعا اولادنا امانه فعلا. بالظبط كده. تمام. كابتننا الكبير كابتن احمد حابب تقول حاجه بقى؟ بتشكر مين بقى؟ مين اللي واقف قدامك كده ومين اللي واقف معاك وعايز تشكره كده؟ انا بصراحه وديك التمرين ويجيبك التمرين ومتبهدل معاك؟ لا ابي حبيبي. هو كذلك الله خيرا. تمام. بيعمل كل حاجه عشان يحافظ عليا. تمام. ويعلمني كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله اطلع. طبعا بمناسبه ابي دي حافظ بقى حاجه من القران؟ حافظ قران؟ طبعا. ابو حميد شاطر، ربنا يوفقك يا ابني يا رب. طبعا يا رب. امين. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا طبعا الكرام، وطبعا بنكرر الشكر للكابتن كريم احمد. شكرا لحضرتك كابتن احمد، والشرف ليا ان انا كنت متواجد مع حضرتك النهارده. الله يخليك. ربنا يخليك كابتن احمد. شكرا يا كابتن احمد. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. ورجعنا لكم مرة أخرى طبعا، وانضم إلي في فقرات أو فقرة مواهب على الطريق لاعبين جيدين من لاعبي نادي الزمالك، اللاعب حسام توتي لاعب مواليد 2004، واللاعب أحمد عبد الحفيظ زونجا مواليد 2003 لاعب نادي الزمالك أيضا. حسام توتي بقى أنت مركزك في الملعب كده؟ بوست طبعا يعني انا طالع اتكلم، وده زدني شرف طبعا ان انا اطلع مع حضرتك حبيبتي. بس انا طبعا مركزي صانع العاب. تمام. مركزي البديل هاف ليفت او مواليد كام يا توتي انت؟ 2004. 2004. تمام تمام. فانا طبعا حاجه تشرفني ان انا اطلع مع حضرتك، وحاجه تشرف كل الزملكاويه اللي بيتفرجوا دلوقتي ان انا اكون متواجد. تمام. زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا زملكاوي وجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. امال لابس احمر ليه بقى؟ فابيض برضه ماشي. وطبعا معايا اللاعب احمد عبد الحفيظ دونجا مواليد 2003. ابو حميد ازيك يا كابتن؟ انت زملكاوي برضه ولا؟ انا زملكاوي طبعا. كلنا زملكاوي بقى. ماشي، قول لي كده مركزك ايه يا احمد؟ بلعب ديفندر. ديفندر شبه كده طارق حامد كده. ايه بيشبهوك بطارق حامد فعلا ولا ايه؟ طارق حامد. تمام. انت مركزك ايه في الملعب؟ ديفندر. ديفندر. تمام. لاعب جيد بقى واللعيبه كويسه الحمد لله في الدرجه. جسمك كويس 2003 حاجه محترمه كده. انت منين يا؟ المنوفيه. من المنوفيه. منين من المنوفيه؟ مركز تلا. مركز تلا. طبعا تلا ولاده باللعيبه داخلي كده المميزه. حسام توتي قول لي كده يعني الفتره اللي انت خضتها في نادي الزمالك كان في يعني كان كويسه؟ بص انا استفدت حاجات كتير جدا من نادي الزمالك. استفدت جمهوره ده اول حاجه طبعا. استفدت من المستشار الكبير المحترم منصور طبعا. استفدت من لعيبه الزمالك. استفدت حاجات كتير كابتن. خبرات يا كابتن. خبرات كبيره، لان نادي الزمالك يا كابتن ده كنز من كنوز الوطن العربي كله. تمام. انت بتتكلم على حاجه تاسست سنه 1911، انت بتتكلم على نادي الزمالك، انت بتتكلم على دي الوطنيه والكرامه، حاجه كبيره كده كابتن، حاجه تسعد الواحد يا كابتن ان انت تبقى. انت بتذاكر بقى على كده؟ بتذاكر ايه؟ بتذاكر الزمالك ولا بتذاكر الدروس؟ لا زمالك طبعا. زمالك ده شرف ليا طبعا. تمام. قول لي كده يعني استفدت يعني استفاده كويسه في فرق تواجدك في الزمالك. طبعا بيغرسوا فيكم الانتماء الجاي ده صح؟ ده طبعا. كل لاعب ناشئ في نادي الزمالك كانتماء. تمام. يعني مفيش لاعب بيخش انه لا بيلعبوا بروح بفداء. انت لعبك كده شبيه لعب مين كده توتي؟
اشرب من شركي. من شركي والله انت شكله كده بشعره. ماشي. طيب اعرضوا لنا نشوف الصور اللي موجوده معانا كده. نتكلموا عليها كده سريعا، صور البرنامج او صور الحلقه. طبعا مبروك للسيد اللواء حسن السمان، حسن الجمال، رئيس مركز ومدينه برج العرب، توليه هذا المنصب، وكان يعمل سابقا مديرا لامن محافظه البحيره. طبعا من الناس الاكفاء جدا، واتحط في يعني حاجه كويسه وفي مركز كويس لمدينه برج العرب، وان شاء الله مزيدا من التوفيق لسياده اللواء حسن الجمال. في صور ثانيه؟ طيب قول لي يا دونجا انت كده يعني لعبك بتلعب ديفندر، افضل مباراه لعبتها يا دونجا معاه؟ كانت مباراة في الرجاء، انا في الزمالك كان ماتشات وديه. تمام. في الرجاء احسن ماتش عديت فيه كويس كان ماتش. السنه اللي فاتت الكلام ده ولا السنه دي؟ لا هو كان السنه دي، لسه رايح الزمالك من فتره قصيره يعني، مش لسه في البدايه يعني. في البدايه. تمام. اقوى ماتش لعبته مع الرجاء كان ماتش. طب انت طريقه لعبك بتشبه فعلا طارق حامد ولا طريقه لعبك بتشبه مين؟ طارق حامد. طارق حامد برضه. طارق حامد لعيب جيد طبعا، ولاعيب المميزين ولاعيب منتخب، وربنا يسهل كده ونشوفك لعيب جيد كده. شرف ليا ان انا اكون زي طارق حامد يعني، شرف كبير جدا ان شاء الله باذن الله. عايزين لو حاجه كويسه. انت بقى بتحب لعب مين عالميا بقى؟ عالميا كبوسكس. بوسكس. تمام. هو يعني هو المستوى العالم هو بوسكس. طيب عرضوا لنا برده صور نشوفها كده معانا، الصور هذه الحلقه. طبعا الكابتن محمد عزوز، الكابتن احمد عويضه طبعا نجمنا الكبير، اللاعب كريم، اللاعب احمد كريم، لاعب جيد طبعا، لاعب ممتاز، لاعب وادي دجله الرياضي. تمام. من اللعيبه اللي سنها كويسه اللاعب طبعا، اللاعب محمد علاء من اللعيبه الكويسه جدا، مواليد 2002، ولاعب صانع العاب جيد جدا ومراوغ جيد طبعا، وليه مستقبل كويس. اللاعب محمد علاء من مدينه المنصوره. اللاعب احمد مدحت برضه طبعا مضى النادي المصري، لاعب مواليد 2002، لاعب مهاجم جيد طبعا، هيكون معانا ان شاء الله في الفقره اللي جايه هذا اللاعب. طبعا احنا طبعا التوقعات شغال اللعيبه اللي هي المميزه اللي كانت في انديه سابقه، اللي هم اللاعبين الجدد لقطاع النادي المصري الرياضي. طبعا ان شاء الله اللي استناه في او عوده العودة التدريجية للتدريبات إن شاء الله هتكون من 1/7 القادم إن شاء الله بإذن الله. طبعا 1/7 إن شاء الله بإذن الله عودة تدريجية، مش عودة لكل الأنشطة اللي موجودة. الكابتن أحمد عودة طبعا المستشار الفني لعديد من الأندية لمدينة الأسكندرية، طبعا حاجة مشرفة لمدينة الأسكندرية الكابتن أحمد عويضة. قول لي يا توتي كده يعني، أنت بدايتك كانت في نادي الزمالك. تمام. الأندية السابقة اللي قبل كده كتير يا كابتن. اكاديميات كتير. مركز شباب كتير. انديه ثانيه وثالثه كتير. تمام. بس انا هدفي وحلمي ويا ريت يعني حد من اداره نادي الزمالك سنه ولا حاجه ان انا اكون في نادي الزمالك واكتسب خبرات من الفريق الاول ان شاء الله. طيب معانا تليفونيا الكابتن رمضان ناجي، رئيس نادي المصري بالسلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. اهلا وسهلا كابتن احمد، تحياتي ليك وضيفك الكريم اللي معاك. الله يخليك كابتن. كابتن رمضان طبعا عايزين نتكلم الاول عن عوده النشاط الرياضي والروح والحركه الرياضيه في مصر، عوده تدريجيا ان شاء الله، والتي تبدا من يوم السبت القادم باذن الله. والله انا اولا نشكر دوله معالي رئيس الوزراء اللي هي مهتمه بالامانه من اول ما المرض ده ظهر عندنا في مصر. للامانه السيد رئيس الوزراء لم يقصر في اي شيء، ودايما حريص انه يرجع النشاط، عشان دايما كرة القدم هي تعتبر هي شرايين الحياة في مصر كلها. تمام. من السلوم غربا حتى الصعيد حتى سيناء حتى جميع المحافظات كلها. كابتن رمضان، بالنسبة للخطة المقترحة لعودة النشاط الرياضي، ما رأي اللجنة الخماسية لأندية القسم الثالث والتي صعدت لدورة الترقي للممتاز به زي نادي المصري السلوم؟ والله أولا أنا نحب عبر قناتي الجميلة دي بشكر اللجنة. تمام. الدور اللي هي دايما قايمة فيه إلى وقتنا هذا، والناس الأمانة بيعملوا اجتماعات أول بأول وبياخدوا آراء جميع الأندية كلها. وعايزين برضو يساعدوا جميع الأندية، بس إحنا طبعا أنت عارف نادي المصري السلوم يختلف عن باقي المجموعات الثانية.
احنا وفرقه الجزيره وفرقتين من سينا برضو. تمام. احنا بالفعل كانت معانا لائحه صعود اول وثاني، واول وثاني من سينا، وتتعمل دوره مجمعه ويصعد الاول. رحنا بالفعل طبقنا الشروط اللي موجوده دي ولعبنا، وكنت متابعنا انت في المباراه تقريبا كده. تمام. ولعبنا اول مباراه وكسبنا 2-1 على نادي النصر تقريبا. نادي كسبنا نادي النصر. نادي النصر اه. وكان عندنا مباراه مكرره مع نادي الجزيره في اسكندريه الاسبوع اللي بعده في برج العرب فعلا. برج العرب اتحدد الملعب. تمام. بعدين حصلت الوقعه دي، وقفت كل حاجه، مش عارفين لحد دلوقتي اللجنه هتعمل ايه. طبعا احنا سمعنا كم خبر كده ان في صعود الاوائل، في لسه في توصيات، بس انا دايما بثق في الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن احمد فضل. تمام. انهم مش هياخدوا اي قرار الا يراعوا الانديه كلها، عمرهم ما يجوا على نادي صرف فلوس او نادي يختلف عن المجاميع الثانيه. لا انتوا صراحه صرفتوا السنه دي الموسم، هذا الموسم بالتحديد وبالاخص، صرفتوا مصاريف كتيره. وصرفنا بناء برضو على لما الفرقه صعدت برضو للترقي. تمام. ادينا برضو اللعيبه باقي مستحقاتها بالكامل. تمام. اللعيبه كله خد فلوسه عشان خاطر خلاص احنا خدنا خطوه عشان يديني في هذه دوره الترقي، يعني يديني مستوى ويديني نتائج. يدخل دوره الترقي، ورفعنا حتى المكافآت بالفعل. تمام. وعشان اللعيب لما يدخل معانا في الدوري الترقي يبقى واخد حقه، عشان انا نقدر نطلب منه المزيد اللي انا عايزه في البطوله. تمام يا كابتن. طيب طبعا اظن دلوقتي في اجتماع تقريبا غدا ولا؟ بكره ان شاء الله في اجتماع مع منطقه اسكندريه تقريبا كده. تمام. وبعدها هتبقى الخميس ان شاء الله منطقه مطروح ان شاء الله باذن الله. تكون كده حاجه كويسه وحاجه مبشره لانديه مطروح باذن الله، وبالاخص النادي المصري. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي، رئيس مجلس اداره النادي المصري الرياضي بمدينه السلوم. قول لي يا دونجا كده، يعني انت افضل اللعيبه الموجودين عندك او زمايلك بقى؟ طبعا حسام طبعا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا، واللي انا لعبت جنبها، وكان فعلا من اللعيبه اللي يعني رجاله فعلا في الملعب. تمام. وانا اتمنى ان انا العب جنبه في نادي الزمالك، احنا الاثنين في نادي الزمالك ايضا. اتمنى الفريق الاول اللي شفناه في صور هنشوفوها دلوقتي، طبعا حضرنا الصور طبعا وانتم موجودين في نادي الزمالك. تمام. حسام طبعا من الشخصيات اللي هي يعني، سيبك انت من حكايه اللي هو لعيب كوره، هو اصلا في مستواه الشخصي هو كخلوق وكويس جدا. انا اتمنى من نادي الزمالك اللي احنا نلعب فريق اول ان شاء الله، واتمنى نادي الزمالك بس على البدايه ناشئين جدعان، وبس هو المستوى اللي هيوصلك ان شاء الله باذن الله. باذن الله. فانت حاول بقدر الامكان. طبعا دونجا لعيب كويس، جسمك كويس في الملعب دونجا، وربنا يوفقك. انت مواليد 2003 بتلعب ديفاندا وانت في الزمالك، طب كويس يعني، حاجه كويسه، ربنا يوفقك كده دونجا كده وتكون لاعب كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا قول لي يا حسام يا توتي كده، بالنسبه لافضل اللاعبين المتواجدين معاك بقى على الساحه. بص عامه على مستوى مصر احتراما لناشئين مصر كلهم. تمام. لاعب دونجا ده كابتن، حاجه كابتن ان انت تنزلها الملعب ما تخافش منه، اعرف ان انت منزل. هتشكروا ببعض، انت تقول له كويس وهو يقول لك كويس. الزمالك التانيين يعني كويس. لا والله مشكله. والله عارفين بس هو يعني لاعب وستار كل خير طبعا. ولاعب مقاتل بس. ولما العب جنبه بكون بتبقى مرتاح يعني. طبعا. افضل. وانت لعيب جامد، خلي بالك يا توت، ان شاء الله ليكم مستقبل باذن الله كويس ان شاء الله. طبعا احنا بنتكلمهم على عوده النشاط الرياضي، ويا رب مفيش انديه تستغل هذا الرجوع استغلال سيء واستغلال خاطئ، لان طبعا اولاد الناس بنكرر تكرارا ومرارا امانه امانه. ما ينفعش الاختبارات اللي الناس بدات تعلن عنها، تمام، فما ينفعش طبعا الكلام. بالنسبه لعوده هذا النشاط ان شاء الله باذن الله الكل يتكاتف من اجل ان شاء الله باذن الله. طبعا دي الملاعب اللي موجوده، معلش راجع الصوره اللي قبل كده. تمام. دي طبعا صور الملاعب اللي موجوده، طبعا ملاعب جيده. ده لاعب ملعب نادي المصري الرياضي، ملعب نادي المصري السلوم، ده ملعب نادي الزرقاء الرياضي طبعا، موجود معانا ممتاز به، ملعب جيد جدا بعد طبعا بعد تطويره، وبعد تطوير المدرجات والسكن الداخلي للاعبين المغتربين، طبعا حاجه كويسه وحاجه مشرفه. الملعب ده لسه متصور من يومين، يعني وصل لمرحلته الاخيره من جماله وتطوره. طبعا بالنسبه للنشاط الرياضي بنكرر، بالنسبه لعدم الاستغلال السيء الخاطئ، الناس اللي اعلنت بدايه الاختبارات بدايه التسويق، بالراحه بالراحه، ده رزق هتاخده، اوعى تستعجل، هيجي لك لغايه عندك،
ما تستعجلش، اعمل اختبارات، ابقى انا اتذكر واعمل، ابدا افتح النادي واشتغل. ما ينفعش والله، ما ينفعش، بالراحه اصبر، ده رزق مش اللي يلحق، لان اولاد الناس احنا بنقوله ده امانه طبعا لازما نرعوها. وطبعا بنكرر الشكر لرابطه مدربين مصر قادرون، طبعا هذه الرابطه الجيده طبعا كفايه بتدخل بتدخل البهجه والسرور والامل على هؤلاء الناس. طبعا معانا مكالمه هاتفيه من الكابتن سياده النائب رئيس نادي الزرقاء الكابتن سمير موسى. اهلا وسهلا كابتن سمير. كابتن احمد ازيك؟ اخبار حضرتك ايه وصحتك اخبارها؟ الحمد لله، الله يكرمك حبايبي. الحمد لله. الحمد لله. كابتن سمير، عايزين طبعا انت حضرتك حضرت الاجتماعات الخاصه باللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. طبعا عايزين نشوف بعض الملاحظات وطبعا افرزت عن ايه هذه الاجتماعات. هو بالنسبه للدوري الممتاز بيه والقسم الثالث والقسم الرابع، تمام، بظل ظروف الايام دي يعني من الصعب ان احنا من الصعب ان يتم تدبير الامور الاحترازيه في مرض العين، مرض من حاليا. تمام. وانا شايف ان هم هيستكفوا بالدوري الممتاز، وبالنسبه للقسم الثاني والثالث والرابع هيبقى زي ما هو عليه. بس في انديه في الدوري الممتاز اعلنت صعوبه عوده هذه المباريات وبالاخص ناديي الزمالك ونادي مصر. والله يعني انا بعض اي نادي كل الكلام ده بعض فعلا. تمام. الظروف والخوف والقلق اللي الناس عايشاه، لكن انا شايف ان اتجاه دوله النهارده اللي بترجع السياحه وبتعمل امتحانات الثانويه العامه في الظروف دي. تمام، في ظروف صعبه فعلا. محتاجه ان الكره ترجع. تمام يا كابتن. فكان قرار دوله ان الدوري الممتاز يرجع. واظن خلاص مفيش هبوط لانديه الدوري الممتاز بيها يا كابتن سمير؟ لا ان شاء الله، ولا القسم الثالث باذن الله. مفيش يعني الزرقاء متواجده في الممتاز به. ان شاء الله مع تعديل. تمام. نظام المسابقات السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله في وجودها برضه في الممتاز به. باذن الله. ان شاء الله كده يكون نادي الزرقاء طبعا على سابق عهد، وطبعا في ظل قياده الكابتن سمير. الله يخليك كابتن سمير، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا كابتن سمير موسى رئيس نادي الزرقاء الرياضي. طبعا في ختام هذه الفقره تمام حسام، حابب تحب توجه الشكر لمين بقى؟ جماهير الزمالك. جماهير الزمالك، تمام. طبعا دي اول حاجه، جمهور الزمالك يعني مش عامة كله، جمهور الزمالك كبير طبعا، بس جزء من نادي الزمالك وقف جنبي. تمام. جزء من نادي الاهلي برضك، احترام النادي الاهلي. جماهير يا توتي؟ مش جمهور يا كابتن. اخوه كابتن، اخلاص. اخوه. تمام. احنا كجمهور زمالك تمام، مالناش دعوه في فرق ثانيه، احتراما لبقيه الانديه. تمام. كجمهور بيبقى زي جروب كده ومع بعضينا دايما، بنبقوا كده حاجه كده دايما. طب رأي شعور الاهلاويه شويه كده، فوق دماغ والله كابتن. جدع، فوق دماغ والله كابتن. تمام. وانت يا دونجا كلمه اخيره كده توجهها للاعيبه زمايلك كده وليك. طبعا يا كابتن، هو الاحترام والتقدير طبعا لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وكباتن نادي الزمالك طبعا وكابتن ميدو، ليه شرف، ليه يعني حكيت عليها كتير يعني، فضل كتير. وكابتن كابتن ابراهيم زين ليه فضل عليا كتير. تمام. في كباتن كتير، وكابتن جمال حمزه ليه فضل عليا كتير. تمام. انت مرنت تحت قياده الكابتن جمال حمزه؟ اه، 2003. كانت مع كابتن جمال حمزه طبعا، مدرب كويس. طبعا هو جمهور الزمالك ده زي ما اخويا قال، جمهور الزمالك ده جمهور عظيم. طب توجه شكر خالص لمين وقف جنبك وساعدك؟ هو اولا كابتن ابراهيم زين. تمام. ده من عندنا من البلد، من المنوفيه. تمام. وطبعا والدك ووالدتك طبعا هو واحد طبعا، هو رقم واحد في الدنيا، ابويا وامي. وانت برضه كريم برضه والدك ووالدتك احتراما لجمال الزمالك واحتراما لابويا طبعا. تمام. هم طبعا رقم واحد طبعا، واخويا محمود بدر طبعا. تمام. افتكر الاسم ده كويس. ماشي. يعني ده وقف جنبي وسافر معايا. ماشي يا توت، ان شاء الله كده نلاقوكم في الدوري الممتاز باذن الله، لان انتوا لاعبين جيدين وربنا يوفقكم كده ويكرمكم باذن الله. هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقره الاخيره برضه، فقرة مواهب على الطريق. فاصل ونعود.
ورجعنا لكم في الفقرة الأخيرة، فقرة مواهب على الطريق، وانضم إلي طبعا لاعبين جيدين، ومعايا الكابتن محمد تريكة طبعا من لاعبي نادي المريخ السوداني السابق، وطبعا من اللاعبين المميزين، وحاليا إداري بنادي المصري الرياضي بالسلوم. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا وسهلا. أخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ومعايا طبعا اللاعب الجميل اللاعب محمود اكرم لاعب نادي الازهر مواليد 2002 وهداف الفريق برصيد 12 هدف. ازيك يا محمود؟ ازيك كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ومعايا طبعا اللاعب الجميل لاعب احمد مدحت حجازي من اللعيبه المتميزه واللعيبه المميزه فعلا واللي يتنبأ له ان شاء الله بمستقبل جيد، لاعب نادي المصري بالسلوم و لاعب نادي الصيد السابق. اهلا وسهلا محمود. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. طبعا ما زلنا بنتكلم عن عوده النشاط الرياضي وكيفيه الرجوع في ظل تداعيات هذا الفيروس ان شاء الله باذن الله، وبعد قرارات الحكومه بعوده الروح تدريجيا اللي هي روح كره القدم. كابتن محمد، ايه رايك في هذه العوده؟ والله يا كابتن احمد قرار ممتاز بصراحه. تمام. عوده الحياه او عوده النشاط الكروي او الحياه كره القدم اي نعم كلها يعني تمام، فدي ده قرار رائع من الحكومه ومن الوزاره صراحه. تمام. يعني الناس ترجع تتمرن تاني وترجع تلعب كره تاني والحياه تعود في الشوارع تاني من جديد. تمام. والناس تتفرج على الماتشات زي الاول. طبعا احنا كلنا عارفين ان الفيروس كورونا هو 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 السبب في كل اللي هذا اللي حصل ده. تمام. بس يعني ندعو من ربنا. ما الحمد لله، ده قضاء ربنا طبعا. طبعا مفيش خلاف عليه. طبعا مفيش خلاف عليه. تمام. بس طبعا احنا ندعو من ربنا ان يشيل عننا هذا الوباء اللعين ده. تمام. عشان تعود الحياه احسن من الاول كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لان كره القدم هي عصب الرياضه المصريه والرياضه العالميه. كره القدم هي رقم واحد في العالم، وهي اللي بتمتع الشعوب، وهي كل حاجه في يعني في حياه الانسان هي كره القدم. تمام. طيب قول لي كده يا احمد يا مدحت، بالنسبه ل فضل بقى لعبك بدات فين؟ قصتك بقى سريعا كده. انا حضرتك من اسكندريه. فتمام. لعبت في كنت اول ما بدات لعبت في اكاديميه الاسماعيلي. تمام. فروحت نادي اسمه الزمالك قالين في كفر الشيخ، بس ما مضيتش. فجالي عرض من نادي الصيد في اسكندريه. تمام. رحت مضيت موسمين. تمام. وطبعا خلصت انا الموسم بتاعي الاول، فجه الموسم الثاني جه مصر للسلوم كان عايزني وكده، واتعاقد معاه وخلصت ورق من نادي الصيد الاستغناء وكده. تمام. مضيت في نادي مصر للسلوم. طيب وبالنسبه لك برضه محمود، انت لاعب هداف في نادي الزهراء مواليد 2002. انا ابتديت في نادي الهرم. بدايتك كانت فين بقى؟ بدايه حياتي كانت في نادي الهرم. تمام. اختبارات دخلت في نادي الهرم، لعبت منطقه الجيزه. الحمد لله يعني عدينا شكل كويس في الدوري. تمام. خدنا مركز ثالث. كان معانا فرق كبيره، زمالك، نادي الشرقيه، كانت فرق كبيره يعني. تمام. ومن نادي الهرم ابتديت، رحت نادي السكه، كابتن محترم الكابتن محمود رشدي، الكابتن ياب بيتا، نادي السكه الحديد القاهره. نادي السكه الحديد القاهره. لا نادي محترم وفي مدربين كويسين. كابتن ياب بيتا طبعا على اعلى مستوى. طبعًا. حاليا في الفريق الاول في الدرجه الاولى فعلا. فوق. طبعا كابتن محترمين. ومن نادي السكه ان شاء الله في نادي الزرع حاليا يعني ان شاء الله. انت مركزك طبعا مهاجم، صانع العاب وحرصت اهداف كتيره كده الحمد لله. بسم الله. في متوشه مدرب بيلعبني فيها فيرويد، فبيستغل يعني كل يعني انت في الضربات الثابته لعب كويس برضو في التسديدات الثابته الحمد لله. تمام. طيب معانا معلقنا الرياضي في مكالمه هاتفيه الكابتن فريد الجزار. اهلا وسهلا كابتن فريد. كابتن احمد برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك وبرحب ببرنامجك الجميل واطلالتك وعوده حميده ابو الكباتن. الله يخليك كابتن فريد. كابتن فريد، بالنسبه ل طبعا عوده النشاط الرياضي تدريجيا بدايه من السبت القادم باذن الله، ايه رايك في هذا الاقتراح واقتراحات برضه طبعا اللجنه الخماسيه بعوده الدوري؟ او لا؟ بص يا كابتن احمد، عوده النشاط تدريجيا دي امور بحته لا رجعة فيها. تمام. لكن عوده الكوره وعوده الدوري دي امور صعبه، محتاجه شغل كبير ومحتاجه ايضا امور احترازيه بشكل قوي، بحيث ان برضو يكون في وجهه صحيحه من بدايه الامر، عشان ما ندخلش في حسابات وندخل لا قدر الله في حسابات واصابات كتير ما نقدرش نعالجها بعد كده. فبالتالي عودة النشاط دي أمور محسومة إن شاء الله. نتمنى يا رب يكون الكلام ده لكل الأندية،
بحيث ان الكل ياخد احترازاته بشكل قوي. تمام. وايضا الاساليب الطبيه الصحيحه عشان ما يصابش اي لاعب ايا كان. طب رايك في خطه مثلا لعب الدوري المصري تمام وعدم هبوط اي فريق في الممتاز به، وطبعا تقسيم القسم الثاني لمجموعات وزياده عدد الفرق، ايه رايك في هذا الكلام؟ بص يا كابتن احمد، دي الموسم ده بعتبره استثنائي، فاحنا متقبلين اي شيء لان الظروف صعبه جدا في الممتاز به والدرجه الثالثه وحضرتك عارف. تمام يا كابتن. لكن الدوري المصري الدوري الدرجه الاولى سهل ان هو يعود، لكن الدوري الممتاز به والدرجه الثالثه هل ممكن يعود؟ هل ممكن الانديه معاها التكاليف بتاعه المسحات؟ هل معاه قصه الامور الطبيه والتعقيم والامور دي موجوده؟ دي برضو حاجات لازم يكون لها دراسه قويه ودراسه منطقيه عشان ما نظلمش انديه الممتاز به وانديه الدرجه الثالثه. لكن الدوري الدرجه الاولى انا وجهه نظري هيعود لكن قدامه على الاقل شهر. تمام. طيب كابتن فريد، ايه رايك بقى في اختبارات الانديه اللي في بعض الانديه اعلنت عن اختبارات للاعبي كره القدم من الناشئين والبراعم؟ بص يا كابتن، انا اتكلمت بالقصه دي كتير قوي. تمام. وقلت يا جماعه ما فيش اختبارات الا عن طريق مكاتب التسويق، يعني انديه استثماريه تقدر حضرتك تروح تمضي في المكتب وتنزل وتبدا الموسم الرياضي مع هذه الفرق. او تنزل حسب تقرير رئيس القطاع. لكن دوري الدرجه الاولى اللي هو ممتاز الف ده ما فيهوش اختبارات يا كابتن احمد، هيعتمد على اللعيبه القدامى. تمام. 18 نادي او انديه الدوري الممتاز دول هيعتمدوا على اللعيبه القدامى، مش هيكون فيهم اختبارات عشان الاعداد بتكون كبيره زي ما انت عارف والاف. تمام يا كابتن. لكن الانديه الاستثماريه ممكن يعود عن طريق مكتب التسويق، عن طريق النادي دايركت مباشر، لانه على طول انديه استثماريه. تمام. الواحد بيدفع مقابل مادي في سبيل ان هو يقيد ويطلع له كارنيه ويلعب دوري، دي امور منطقيه لكل الانديه، لكن برضه محتاجه شغل طبي قوي عشان برضه الاولاد دول اولادنا واحنا خايفين عليهم ومحدش برضه يلعب في دماغهم او يقول لهم في اختبارات. تمام يا كابتن. كتير جدا على السوشيال ميديا مطلوب لاعبين لنادي كذا، مطلوب لاعبين لنادي كذا، ومفيش الكلام ده يعني كلام. احنا طبعا تمام، ما يصحش. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري. طبعا تعقيبا على هذه المكالمه، طبعا ما ينفعش اللعيبه اللي بتشوف فيه على مواقع التواصل الاجتماعي مطلوب لانديه بتروجيت سموحه، الاسماعيلي، الاهلي، الزمالك، الكلام ده ما فيش الكلام ده، عشان بس ما فيش ايه، ولاد الناس امانه، ولكن الناس مستغله الموقف استغلال خاطئ واستغلال سيء. طبعا نادي مصر طبعا بعد فاكس الاتحاد المصري لكرة القدم بيطالب بعدم لعبه، وبيطالب ايضا طبعا انه هينصغ للتعليمات الاتحاد المصري تمام، اللي هي العقوبات الرادعه وهبوط النادي للقسم الرابع. طبعا حياه لاعبتنا اهم من بطوله الدوري. طيب احنا عايزين بس نحط النقيض، لو قال لك العب ومفيش هبوط في الممتاز الف هتعمل ايه؟ هتجهز لعبتك وهتلعب، لان طبعا القرار ده قرار دوله بلعب او استئناف المسابقه، مسابقه الدوري الممتاز الف. ولكن فاكس طبعا جاي والمعترض طبعا علشان هدف ليه ومصلحه ليه، طبعا انا هنهبط هذا الموسم، والموسم طبعا لو نزلت درجه ثانيه هيكلفني ملايين طبعا الالاف علشان طبعا طبعا يستأنف هذا الموسم. ولكن احنا بنقولهم حط نفسك لو الاتحاد المصري قرر عدم هبوط اي نادي واستئناف المسابقات، اول فرقه هتبدا اللعب وتجمع لعبتها نادي مصر. معلش انا ما بصش عشان ده قرار سيادي وقرار دوله باستئناف المسابقات، وان شاء الله على امل باذن الله تعدي هذه الازمه ان شاء الله، ونشوف طبعا دوري قوي، لان طبعا معظم الدوريات بدات بالفعل، يعني احنا بنشوفه وبنشوف على كل يوم مباراة دوري في كذا دولة مختلفة. طبعا معنا طبعا اللعيبة النجم احمد مدحت، طبعا اللعيبة المميزة. قول لي يا احمد كده مركزك ايه في الملعب كده؟ ديفندر. لعبت ديفندر ولعبت هاف وساعات لعبت ليبرو، بلعب ليبرو. تمام. وانت قلت لي يا احمد صانع صانع العاب، في اوقات بلعب فيها فيروت، كل ماتش على حسب المدرب هو شايف. يعني ساعات برضه بتلعب فيروت زي ما توقعت فيروت. يعني توقعت كتير، لعبت كتير فيروت يعني. انت منين بقى؟ انا اصلا من بني سويف بس عايش هنا في القاهره معايا يعني.
مع اهلك من هنا. ربنا يوفقك يا محمود يا اكرم كده ونشوفوك لاعب كبير باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد، بالنسبه لي برضو بنتكلموا عن عوده النشاط الرياضي، طبعا في انديه معترضه زي الزمالك، اللعيبه اجتمعت وقالت لا مش هنلعب عشان ما نضرش نفسنا. بص يا كابتن احمد، القرار قرار دوله. الدوله قالت نلعب يبقى نلعب. تمام. يعني كل الانديه، مع احترام الانديه اللي رافضه، في على فكره يا كابتن اف سي مصر النهارده بعت فاكس رسمي ان هو راجع عن قراره الانسحاب او قرار عدم اللعب ومرحب باللعب. طبعا ما فيش غير وادي، منتظرين طبعا وادي دجله، لان وادي دجله طبعا من الانديه اللي هي برضو رفضت. تمام تمام. ونادي الزمالك، فده قرار دوله يا كابتن احمد، وقرار الدوله ما حدش يقدر يتكلم فيه. تمام. عوده الروح وعوده الحياه، واحنا عايزين نعود كده ونستمتع بمباراه الدوري اللي هو مع احترامي للنادي الزمالك بدون وتاريخه طعم. مع احترامي للنادي الزمالك وتاريخه يا كابتن، الدوري المصري او انديه الدوري كلها، لو النادي الزمالك الوحيد اللي مش هيلعب في الدوري، لا يبقى هو يتطبق عليه بس القرار. ان شاء الله الزمالك ان شاء الله طبعا بيساعد الدوله طبعًا في ظل طبعا فريق كبير وفريق عريق ومحدش يقدر ينكر كده. طبعا مرتضى منصور بيساعد الدوله طبعًا وان شاء الله باذن الله تمر هذه الازمه ان شاء الله باذن الله. طبعا في اسماء لاعبين طبعا مميزين جدا، طبعا هنعرضهم. اللاعب حماده ابو النجا، حارس مرمى مواليد 2005، لاعب جيد جدا ولاعب ممتاز، حارس مرمى يعني بسم الله ما شاء الله 185 سنتي ولسه 2005، حارس مرمى جيد، مضى برضو لقطاع النادي المصري بالسلوم. وطبعا اللاعب نور الشحات مواليد 2008، لاعب مهاري جدا من اللعيبه المميزه والمتميزه، لعيب 2008 بسم الله ما شاء الله جسمه كويس، يلعب مع 2006 ولا 2007، ولكن لعيب مهاري جدا جدا من اللعيبه المميزه نور الشحات. وكذلك اللاعب محمد نصر من اللعيبه المميزين اللي وقعوا ايضا لنادي المصري. محمد نصر طبعا يمتاز بالقوه الجسمانيه والتحرك الجيد والمراوغه الجيده، اللاعب محمد نصر. وطبعا النجم احمد عوده كيلاني، لاعب مميز ولاعب جيد جدا مواليد 2000، احمد عوده كيلاني لعيب جيد جدا من اللعيبه المميزه اللي ان شاء الله يتنبأ لها بمستقبل طيب وباهر باذن الله. طبعا محمود يا اكرم، بالنسبه لتطلعاتك في الفكره القادمه، عايز توصل لايه او لفين؟ اتمنى طبعا ان انا العب في نادي كبير زي النادي الاهلي، دي طموحاتي، ان انا اصلا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، فاتمنى ان انا احقق الحلم ده والعب في نادي الاهلي. نادي الاهلي فريق، نادي ليه تاريخ وليه بطولات وليه انجازات كبيره. تمام. فاتمنى ان انا اكون موجود في نادي الاهلي ان شاء الله كده، نشوفك نجم كبير كده محمود اكرم كده، ومن اللعيبه المميزه والمتميزه باذن الله. وانت تطلعاتك في الفتره قريبة ديت يا احمد ان شاء الله يعني نطلع دور ممتاز اي فرقة، بس ان شاء الله طموحنا نلعب في النادي الاهلي. برضه انا اهلاوي. انت برضه اهلاوي؟ الفقرة اللي فاتت الزملكاوي النهارده ماشي. هي الفقرة كلها يا كابتن ماشي. انت اهلاوي اكيد طبعا يا كابتن، يعني دي مش اكيد لابس اخضر اهو والله. هو اللبس مش معروف اهلي ماشي. طبعا انت منتمي للنادي الاهلي انتماء كلي، وطبعا من اللعيبة المميزة، بس دايما ما ننكرش يا كابتن انا بحترم اي فريق في الدنيا، اي فريق في الدوري والزمالك بحترمه وبحترم جماهيره وبحترم الناس كلها. تمام. انا اهلاوي بس بحترم الناس كلها. تمام. ما فيش كلام على كده يعني. طيب بالنسبه لي يعني بتحبوا لعب مين بقى بره محمود كده، يعني انت عالميا كده؟ انا طبعا عالميا فخرنا لنا طبعا محمد صلاح. تمام. بس انا اتمنى ان انا ابقى زي كريستيانو، يعني كريستيانو فخر الكره. طب محليا بقى؟ محليا زي عبد الله السعيد. ان عبد الله السعيد حاليا، عبد الله السعيد كده، عبد الله السعيد احسن حاليا موجود في الدوري، من افضل اللعيبه موجوده في الدوري عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وانت يا احمد يا مدحت طبعا عالميا بقى؟ عالميا انا مشجع ريال مدريد ومن عشاق كريستيانو رونالدو، فانا بحب كريستيانو عامه. تمام. ويعني طبعا محمد صلاح طبعا فخرنا وفخر المصريين كلهم. تمام. وهنا محليا عمرو السولية. عمرو السولية، ربنا يوفقك كده ونشوفك زي عمرو السولية كده رب ان شاء الله. طيب كابتن محمد تريكا، عوده النشاط الرياضي طبعا ان شاء الله باذن الله بدايه من يوم السبت القادم باذن الله، تطلعاتك في الفتره المقبله ايه، هتكون ازاي ان شاء الله؟ والله يا كابتن احمد احنا نتمنى ان كل الناس اولا تحافظ على نفسها. دي اهم حاجه، لان حياه البني ادم اغلى من اي حاجه في الدنيا. تمام. تمام. الناس تحافظ على نفسها وتاخد كل الوجبات الاحترازيه يعني. تمام. وان شاء الله باذن الله يعني الدوري يرجع، والدوري الممتاز فيه رخر يرجع باذن الله. والناشئين يا كابتن الفتره اللي جايه اللعيبه تخلي بالها.
تمام. لان طبعا في انديه بتطلب لعيبه وفي انديه ما بتطلبش وفي انديه الناس بتقول لك احنا عايزين لعيبه لمؤاخذه يعني بتنصب عليهم تمام. وبتاخد منهم فلوس. الكلام ده عارف يا جماعه السنه دي هنتكلم في الحلقات القادمه ان شاء الله عن هذه الظاهره الغريبه ان شاء الله باذن الله. كل ما تفتح الفيسبوك ولا مواقع التواصل الاجتماعي مطلوب لاعبين مطلوب لاعبين مطلوب لاعبين يعني مش عارفين فيه. طب ان شاء الله باذن الله اعلان الانديه القادمه باذن الله واسماء الساده المدربين وتشكيل الاجهزه الفنيه لكل فريق ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه هنعرضه طبعا بالصور صور الساده المدربين طبعا والمرحله السنيه اعلان والانديه اللي موجوده معانا وان شاء الله تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه والاعلاميه لهذه الانديه ان شاء الله اللي تكون موجوده معانا هذا الموسم ان شاء الله عشان بس وقت البرنامج ان شاء الله هنعرضها ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة يوم الثلاثاء بإذن الله. طبعا في ختام هذه الفقرة والأخيرة في هذه الحلقة بحب طبعا أشكر ضيوفي الكرام وإن شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 من كل ثلاثاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.